بالعودة إلى أجواء يوم العلم، أشرفت وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال بالمناسبة إذن إيمان هدى فرعون، أشرفت على تكريم التلاميذ المتأهلين إلى نهائيات المسابقة الوطنية لفن التراسل تحضيرا للمسابقة الدولية التي ينظمها سنويا الاتحاد البريدي العالمي. الحفل حضرته وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريد ووزير الثقافة عز الدين مهوبي، وعن التلفزيون للتغطية سعاد رخروخ. 16 تلميذا دون 15 تنافسوا على تمثيل الجزائر في المسابقة الدولية للاتحاد البريدي العالمي في فن تحرير الرسائل. تطوير المنشآت القاعدية للتعليم والتكوين عبر التراب الوطني كان من المجالات المحورية في سياسات الاستثمار خلال العقدين الفارطين، إصرارا من فخامة رئيس الجمهورية على تأمين ما يكفي من التأطير النوعي، كما أنه في سياق العولمة وسرعة المعلومة قد أكد بحزم على إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في منظومة التعليم والتكوين حتى تتقلص تدريجيا الفجوة الرقمية. على المدرسة أن تمكن التلميذ من اكتساب آليات سبل لتعلم، بحيث يتعلم كيف يفكر، كيف يدقق في الأمور، كيف ينتقد ويتأقلم بسرعة مع الأوضاع. إن نحن أنشأنا طفلاً مواطناً أولاً يتحلى بالثقافة المواطنة، ثقافة الحق والواجب، فإننا سننشئ جيلاً واعياً، جيلاً مدركاً لتحدياتها. المتنافسون تقمصوا دور مستشار الأمين العام الأممي الجديد، وعبروا باللغتين الوطنيتين إلى جانب الفرنسية والإنجليزية عن رؤيتهم في حل القضايا الدولية التي تهم البشرية في عالم يتسم بالتطور التكنولوجي الرهيب. هي الرسالة مضمونها عنوانها عن معاناة الفقراء بالقارة السمراء. قمت بكتابتها استخلاص لما شاهدته في عدة أشرطة. حلمي أن أصير طبيب وصلاح سلام في نفس الوقت. تغدى سنتلغى في إزار فن تمطوف بوزاليس ماشي كان ديث متسين الفزايريت ولا ديث متسين أوكي لنا قومابال أو دينيغ بلي تمطوف تسعة غزر القرن إلى قصر مجزر فانيس إلى قراءة سادس نحقار خطأ تثي تفث الدمية تثي ريسو وانت مرتكي غير العلالي ميلا مدة سيزر فانيس مدة القيمة إيه ساعة صح. فكرة التنافس في فن التراسل تهدف أيضا إلى تنمية روح التفاعل والمبادرة لدى الأطفال، وربما المشاركة في صنع غد أفضل.